هذا السن سن الإذاعة، من كسب أيضا من التجارب وتحقيق إنجازات في سن اللقاية يبدأ هنا بموسم جديد بآمال جديدة بتحقيق إنجازات تميزت أيضا بكل التحديات. هناك على المقدمة نعود إلى الصدارة بعد أول كيلومترين من مسار هذا الشوط الغزيلة على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع المتمرس عتيج بن سالم بالعرط الحميري الذي ينطلق هناك على المركز الأول. ومفاوضة مفاوضات هنا ومناقشات وتداول على قمة هذا الشوط، تقدمه مفاوضة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير واثق المضمرين بمفاوضة وانطلاقة مفاوضة. وما شاء الله بداية أولى وأيضا إنجازات سوف تحملها هذه الأسماء. المركز الثالث الشاهنية في المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع علي الحاج المنطلق، ولكن بدأ التغيير بوصول أدب ووصول انتباه إلى المركزين الثالث والرابع أيضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. وخامسا تنضم هناك تحديات هامة على المركز الخامس أيضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير الشاهينية. تواصل أيضا وجوده في المركز السادس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بن عرطي الحميري. والمركز السابع الشاهينية في المركز السابع لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع منصور بن سعيد بن منانة. ما شاء الله تضمير شبابي متميز في التحديات ينطلق في هذه الاندفاع إلى المسار الأول، وقلنا 2 كيلو النهاية ما تحمله هذه البداية من هذه المنافسات في انطلاقة هذا النوع وهذه الفئة فئة الإذاعة المقدمة والصدارة. هناك لازال الثنائية مع المقدمة هناك في البداية بوجود الغزيلة التي لازالت تحتفظ بالمركز الأول ومنطلقة ما شاء الله هناك في الصدارة. الخبير هناك أو المتمرس عديد بن سالم بالعرض الحمير الذي يطلق هذه الغزيلة على المركز الأول في الصدارة. المركز الثاني والملاحقة من مفاوضة على المركز الثاني التي لازالت أيضا مفاوضاتها مستمرة هناك للناموس وتحديد المركز الأول مباشرة من خلال هذه اللحظة. بدأ العد التنازلي وبدينا ننتظر أيضا الإشارات الأخيرة والتعليمات الأخيرة للملاك أيضا والمضمرين هنا في هذا الميدان. المركز الثالث عودة إلى أدب في المركز الثالث، وهناك أيضا انتباه في المركز الرابع والمركز الخامس. لا تزال همة على المركز الخامس محتفظة بهذه التحديات وهذه الانطلاقات. خلاص يا أخوان هنا مر ما مر من هذه الأمتار ولوحة الإعلان وصلنا إليها هنا في أول هذا الصباح في أول الأشواط. نذكر فقط بالموقع 1200، نعم وصلنا إلى بداية الإثارة هنا من خلال هذه اللحظة. وشوف الحركة بدأت الآن تسرع، بدأ الكل هنا ينتقل إلى المركز الأول. الغزيلة لا زال صامدة على المقدمة ومفاوضة بدأت الآن في المفاوضات للحظة الأخيرة، لا زالت تنتظر التعليمات القادمة من الإدارة العليا هنا مع هذا الميدان. يا سلام يا سلام، نشوف هناك المقدمة الغزيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بن عاطي حميري ومفاوضة. شوف الكيلومتر الأخير بدأ التفاوض الجدي والنهائي، بدأت الأمور هنا تغير مسارها ومفاوضة انتقلت إلى الصدارة. وصلت في المركز الثاني الغزيلة وفي المركز الثالث والرابع والخامس ما شاء الله هنا وصلت أيضا من التحديات ومن الإثارة والهجوم أدب ثم انتباه وكذلك همة على المراكز الثلاثة هنا متواصلة في هذه الانطلاقة ومفاوضة هي صاحبة الصدارة. ولكن أتوقع التغييرات، شوف اللحظات الأخيرة الانطلاقة النهائية مفاوضة لا زالت على الصدارة بهدوء الاحتفاظ أيضا بالثقة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير من خلال وجودها على القمة. والمركز الثاني تدخلت هنا أدب على المركز الثاني والغزيلة لا زالت في الصراع أيضا بين هذه الكوكبة الغزيلة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري في تحديات وإثارة. الله الله، المركز الثاني بدأ التغيير عليه وبدأت انتباه على المركز الثاني، انتبهت المركز الثالث تقدمت أدب للمركز الثالث. إذن هنا نصل ونقترب إلى خط النهاية، نقول تهانينا والناموس لهذه الانطلاقة والبداية الأولى لهجن العاصفة. تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
المكتوم هنا أيضا مع الوصول إلى خط النهاية. المركز الأول مفاوضة، المركز الثاني أدب، المركز الثالث انتباه لجن عصر، المركز الرابع الغزيلة ليس من شق راشد الحمداب راشد المكتوم، والمركز الخامس همة لهجن العاصفة. ما شاء الله من الثواني ومن التوقيتات، نشوف التوقيت الزمني ثلاثية النهاية وسبع دقائق خمسين ثانية أربعة من الأجزاء من الثواني في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. تهانينا والناموس. سبع دقائق ثمانية وخمسين ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية. المركز الثاني هنا أدب على المركز الثاني، تهانينا والناموس لجن العاصفة أيضا سبع دقائق واحد وخمسين ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير أيضا الواثق، وفي المركز الثالث كانت تتواجد هناك على المركز الثالث انتباه أيضا تهانينا والناموس لهجن العاصفة. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير سبع دقائق واحد وخمسين ثانية ثمانية من الأجزاء من الثواني. بدينا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل في يومنا المميز من خلال أشواطنا الاثنى عشر التي ستكون هنا حاملة أيضا لبدايات التحدي والإثارة. يوم مميز، يوم تجارب متميزة هذا اليوم في هذا الظهور الكبير لهذه النوعيات المتميزة في هذا الشوط. ينطلق على بركة الله وتسير قافلة الشوط الثاني حاملة أيضا هذه الأسماء، والخاصة بالأبكار